معنا لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب للحديث عن كل هذه المواضيع. مرحبا بك لينا. نبدأ من اليورو، يعني اليورو يتفاعل إيجابا وكأنه ينتظر أخبار، ولكن اليورو أيضا تحمل الكثير من الأخبار المتعلقة بحزم التحفيز. برأيك كم هي المستويات التي يمكن أن ينطلق ضمنها اليورو، وكيف تفاعل مع أيضا الأخبار الأخيرة وانتظار للفائدة لليوم أو قرار الفائدة؟ ما هي التوقعات لموضوع القرار لليوم؟ نعم، أهلا ومرحبا بك وكل متابعي سي ام بي سي. بالفعل تحدثني عن تحفيزات التي قامت بها ائتلاف الحكومة الألمانية ب 130 مليار يورو، بالتالي هي تستهدف يعني تعافي بأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وبالتالي انتهت الخلافات حول شراء السيارات وأيضا مساعدة البلديات المثقلة بالديون، وبالتالي سيعتبر هذا الانفاق أكبر بكثير من ما قدمه شركاء ألمانيا في منطقة اليورو. بالتالي نحن عم نترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، الأنظار متوجهة حول الاجتماع. يعني قدم الكثير البنك المركزي الأوروبي من حزم تحفيزية، لكن لديه المزيد من الأسلحة لأن يقوم بالمزيد من التحفيز النقدي. نتحدث أنه من المحتمل أن لا يوجد هناك يعني تغيير في أسعار فائدة، ستبقى عند المستويات الصفرية. بالتالي نتحدث عن لو لم يتم أي تقديم أي حزم تحفيزية من قبل البنك المركزي الأوروبي التي يملكها، سيحدث صدمة في السوق وخيبة أمل للمتداولين في الأسواق. بالتالي نتحدث عن التقارير من البنك المركزي الأوروبي الذي قدمها، نتحدث عن 230 مليون يورو بشراء السندات كان لحتى نهاية شهر مايو، أيضا نتحدث عن 103 مليار في شهر أبريل، بالإضافة إلى الشراء من نظام الحزم أو البرنامج الشراء الطارئ اللي قيمته 750 مليار يورو، بالإضافة إلى 500 مليار يورو. بالتالي كل هذه ربما سوف يعني لديه الفرصة أكبر لأن يكون هناك تقديم مزيد من التحفيز النقدي عن طريق برنامج شراء الطوارئ وسط الجائحة. فهنا التوقعات بأن يكون هناك توسيع في برنامج شراء الطوارئ، وأيضا إذا تم أي تخفيض لأسعار فائدة سيكون تخفيض في أسعار فائدة بعشر نقاط أساس فقط عند مستويات أسعار فائدة الإيداع التي توجد في المنطقة السالبة. طبعا نحن هذا بالنسبة للمتوقع من البنك المركزي الأوروبي، لو لم يقم بأي عمليات تحفيز سيكون هناك خيبة أمل في الأسواق. ذكرتي اليورو بالتالي هناك عم بيرتفع، يعني بنتيجة أنه بالنسبة للدولار اللي عم بيتراجع، نحن بنشوف مؤشر الدولار عم بيتراجع يعني أمام سلة من العملات نتيجة التعافي وبدء النشاط الاقتصادي. وأيضا نحن نتحدث عن أعمال العنف في أمريكا وأيضا التوترات الأمريكية الصينية عم تضغط الدولار، وبالتالي عم بيرتفع اليورو. متوقع أنه نشوف تراجعات قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، لكن بتوقع على الأمد يعني شوي البعيد أنه نشوف بعض الارتفاعات على اليورو، يستهدف مستويات 1.14. بالتالي لكن على يعني اليومي بالتالي متوقع يكون فيه تذبذب. نعم، أيضا يعني لينا نتمنى منك أن تقولي لنا أن الذهب سيتراجع، يعني هل من الممكن أن يتراجع لأرقام ربما قد تكسر كثيرا الذهب إلى 1670 دولار مع كل هذه ربما العملية عودة النشاطات للكثير من الاقتصادات؟ هل الذهب يفقد مراكز 1700؟ ما رأيك؟ نعم، بالنسبة لاستقرار أسعار الذهب بعد الانخفاضات اللي حصلت يوم أمس، بالتالي نحن عم نشوف أسعار الذهب عم بتتراجع، واليوم عم نشوف هالاستقرار بسبب أنه التوترات الأمريكية الصينية عم تلعب دور لحول الاستقرار وحول أعمال العنف والمظاهرات والاحتجاجات اللي عم بتصير بالولايات المتحدة الأمريكية عم تخلي أنه تستقر أسعار الذهب. لكن الاحتمال أنه يكون في انخفاض، ولو كسرنا حاجز 1685 نحن رح نتجه لمستويات أقل من ذلك بالنسبة
للذهب. لا استبعد انه يكون بعض الانخفاضات في الفتره الحاليه، لاني عم يشوف انه ايضا عم يشوف في انخفاض في الدو يعني عم يشوف انه هالتوترات ربما رح يعني تساعد الذهب، لكن بهالفتره نتيجه بدء عوده النشاط الاقتصادي والتعافي والتفاؤل بالبيانات الاقتصاديه انه تكون اقل حده مما كان متوقع. نحن نتحدث عن ركود اقتصادي عميق متوقع لكن اقل حده، اصبح يعني الأسوأ بات وراءنا. نتحدث عن بيانات اقتصاديه، نتحدث عن الصين اللي اظهرت قطاع الخدمات في افضل نمو في منذ عام 2011، نتحدث عن الاي سي ام الغير تصنيعي الذي ظهر ايضا بنتائج يعني جاءت بيانات افضل من التوقعات، حتى عن استراليا اظهرت انكماش الناتج المحلي الاجمالي لكنه اقل حده ب 0.3%، ونحن عم نترقب بيانات الوظائف الامريكيه الغير زراعيه يوم الغد، وايضا بيانات اعانات البطاله الامريكيه المتوقع ايضا تكون تحت ال 2 مليون، كان في السابق 2.1 الاسبوع السابق، لكن عم نتوقع اليوم انه يكون ب 1.8 تظهر، ومتوقع بيانات الوظائف الامريكيه 8 ملايين وظيفه، بالنسبه للي كان عم نحكي بابريل ب 20.3 مليون وظيفه، وارتفاع باعانات البطاله. كل البيانات هي سلبيه وبتدل على ركود لكن اقل حده مما كنا متوقعين، هناك امال بالتعافي في الاقتصاد، عم نشوف توجه نحو الاسهم الامريكيه وبالتالي العوائد ذات الاصول المرتفعه، وبالتالي عم بيضغط على الذهب احتمال الضغط بس بالتوجه التوجه المتداولين للاصول ذات العوائد المرتفعه، لكن على المدى البعيد عم بتوقع انه ما زالت نظرتنا متفائله وقائمه على انه اسعار الذهب رح تبقى الاتجاه التصاعدي في ظل التحفيزات التي تقوم بها البنوك المركزيه واسعار الفائده، وما زالت نظرتي ايجابيه نحو الذهب، وتوقع 1800 الى 2000. نعم، يعني وعلى الناس يعني ان تلحق نزول الذهب ربما في هذه المرحله قبل ان يستمر بالصعود الى هذه الارقام. اشكرك لينا قنوع على كل هذه المعلومات، شكرا لوجودك معنا.